وفي ذات السياق قال المبعوث الاممي غسان سلام ان البعثه التابعه للامم المتحده ستفتتح مكتبا لها في مدينه بنغازي خلال الاسابيع القليله المقبله واشار سلام خلال احاطته الى مجلس الامن الدولي بشان الوضع في ليبيا ان البعثه تتلقى بشكل مستمر رسائل بمقترحات من المواطنين حيث تلقت مليون فاصله ثمانيه رساله من مواطنين